لسه مكملين معاكم مساء الخير يا رمضان. ودلوقتي ألمانيا جابت جول ومتقدمة على الأرجنتين. ناس كتير زعلانة وناس كتير فرحانة. بس ايه ناس فرحانة؟ وانت يا فاطمة ايه؟ لا عادي تشجع لعبة حلوة. عايزة اقول لكم انه ماريو هو اللي جاب الجون. ماريو جودزا هو اللي جاب الجون. هو عبد هو يعني ايوه بصي مجدي عبد الغني بتاعنا. عندهم مجدي عبد الغني زينا. بصي ألمانيا كلها بصي لا الناس فرحانين. طب انا عايز اسال راي الفرقه بقى يا جماعه. انتوا ما اتكلمتوش معانا الفاصل اللي فات. انت حزين ومكتئب صح؟ مش كان بيشجع الارجنتين. ارجنتين مالها؟ خسرت. ليه بقى؟ ليه كده بقى؟ انا اعمل ايه؟ بس لا بجد متضايقه قوي كده. انت كنت متوقع ان الارجنتين هتعمل حاجه؟ هو فعليا لا. انا كنت عارف. طيب يعني انت مش مصدوم. المانيا حظوظها اقوى يعني. شفت انا قلت لك خليك في قلبي يعني ارجنتين. بس مش اكتر من كده. المانيا. طب تعالى نسال واحد واحد. يلا قول لي انت كمان. انا كنت متوقع المانيا. ها بس بشجع الارجنتين. ليه المانيا خذلوك ليه؟ انا المانيا 1-0 اهي. المانيا اللي جابت جول. وربنا والله العظيم المانيا جابت جول. مش معانا عمال اقول لك ماريو وجودزا ومجدي عبد الغني زينا. عمال اقول لك ايه ناس فرحانه. مبروك المانيا يا جماعه. الحمد لله. سعيد مره قادمه ان شاء الله. ان شاء الله في ايام جايه. إيمري قولي يا إيمري ايه رايك؟ والله انا بشجع اللعبه الحلوه يعني. انا بحب الاثنين بصراحه ومش من هوايات الكوره قوي. بس بلاقي ماتش مهم جدا يعني بقعد اتفرج عليه. بقعد باجي الشغل عشان ما اتفرجش عليه. هو النهارده طبعا بقى الشغل. احنا مضطرين كلنا. ربنا يجازي اللي كان السبب بقى. خلاص بقى. احنا بنسلم على كل اداره السي بي سي. بس يعني مبروك للكسب ان شاء الله. ان شاء الله. وانت يا ثروت ايه رايك؟ انا زي اخويا إيمري بالظبط. انا نخسر بعض على ايه؟ اهلي اهلاوي متعصب ها؟ اي حاجه تاني لا. ماشي. رايك ايه بقى في اللي حصل ده؟ انا كان نفسي الارجنتين بصراحه عشان خاطر ميسي يعني. هو عمل كل حاجه فنفسي ان هو ياخد كاس العالم. بس مفيش نصيب. لا بس هو ميسي برضه مش عارف يلعب بالفرقه كلها. وانت يا عشري ايه رايك؟ برضه نفس راي عماد. كان نفسي ميسي بقى. انتوا كلكم راي واحد يعني مفيش غير معتز. عشان ميسي بس صح؟ بالظبط. ميسي يعني من اشهر لعيبه العالم وكان نفسي برضه يحقق اخر حاجه وصل لها. ميسي جدا. والاخوان سيكا رايهم ايه؟ والله هادي ورايق. المانيا خذلتني فعلا. ليه؟ انت بتعلي عليه ها؟ بتعلي على الافيه عشان يحرم. المانيا بجد خذلتني ومع انهم جايبين جول. ماليش في الكوره خالص. مالكش في الكوره خالص؟ حاجه بقى اللي يكسب ما عنديش. سايبها كده. ايه انتوا بتتعصبوا على ايه؟ مش فاهمه انا. طب وانت رايك ايه؟ انا نفس رايك برضو. ما يعني انا ماليش في الكوره. يعني رايد وهاني زي بعض في كل حاجه. العيله عندنا مش كرويه خالص. لا خالص ها؟ مش دول على مزيميو زي ما كنتوش بتنزلوا تتفرجوا على ماتشات وتروح الاهلي والزمالك وتشجع و... لا 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 ممكن اهلي منتخب مصر يعني لما تكون حاجه برده مهمه قوي نشجع يعني وترسم اعلام وكده ولا مش قوي كده مش اوفر للدرجه دي؟ التفاصيل مش معانا يعني. واتفرجوا مين جاب جون والباك يمين وباك شمال والجو ده. المهم ان احنا بنحتفل وخلاص. في احتفال اذا كان كده ماشي. طب مبروك يا جماعه. ميرسي. معانا هايدي على التليفون. الو من المنصوره. منصوره بلدي اهو. منصوره احلى بنات. الو. الو. هايدي ازيك عامله ايه؟ تمام ساري ازيك اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. يا دي المنصوره بقى اتطورت خالص على فكره بقى. ايه الصوت الجميل ده؟ الله يخليكي حبيبتي. قولي لي انت متجوزه؟ لا. طب وقاعده مخطوبه؟ تقول لك ايه؟ لا مش مخطوبه انا لسه انسه. انت لسه ايه انسه؟ طب انا عايز اسالك بقى ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي وحسنوات المونديال اللي هم طالعين بيهم من السما دول؟ ايه يعني مجرم قوي المجرم. ايه انت رد ايه رايك؟ حلوين برضه بس احنا بنات مصر مفيش احلى منها بامانه.
طبيعي يعني هنقول مش عايزين نتكلم عن نفسنا كتير بقى. انت عارفه لو تصورنا صور زي دي سايبين الواقع يتكلم. هنخلي مصورين كلهم يشتكوا مننا سايبين الواقع يتكلم. فالواقع مرير، واقع قريب امي تبخ حاجه. لا والله بس كفايه خفه الدم بتاعهم على طبعا يعني دي بالدنيا كلها. لا كفايه فعلا خفه الدم والروح وما يعرفوا بس مولين دي هديه تسامح. التسامح الطيبه الطبخ الجميل طبعا احنا مش فالحين الا في كده. اكيد هي اللي شايله البيت كله، لكن اي بلد بره طبعا لاني بامن انا سافرت طبعا سافرت هناك ولا ليها اي لازمه بصراحه بالنسبه لستات مصر ولا سفر على الشمال. صح. لا هو عايز واحده تطبخ له كده ونجيب واحده بقى نقعد معاها بالليل نتفرج على المسلسل. انت تركني بقى تطبخي للعيال يعني واحده لكده واحده لكده. لا عندك حق. ميرسي يا هايدي ونورتينا حبيبتي. باي باي. يلا قولوا لي بقى انتوا مش ملاحظه ان مش هقول حاجه خلاص. انا مش هقول حاجه من بعد ما خلاص المانيا كسبت. انت عشان مترهنه مع جوزك. طبعا انا مترهنه مع اصحابي مع جوزي مع كل الناس. طب هتاخدي ايه المقابل بقى بسرعه؟ عايزه جوائز كتير جدا. لا بس لا الماتش لسه ما خلصش خلي بالك. بس خلاص اوكي انا بالنسبه لي كده انتهى. فاضل كام دقيقه يا شواف؟ دقيقه واحده فاضل. دقيقه ايه ده ايه ده انت واصله بقى خالص بقى يعني قطعتي له النور ومراهناه وكسبتي وفاضل دقيقه على الماتش. انت عايزه منين يا هنا؟ تشوت بقى تشوت. لا ما شاء الله القسمه فليقتسم. اذا في عزومه احنا كمان هننزل معاكي اكيد طبعا. انا على فكره انا قلت انت ما خدتيش بالك ان انا من اول البرنامج بقول المانيا. لا ما خدتيش بالك مني. لا ما لقطتنيش. انا اصلا كنت بقول المانيا لكن انا كنت متوسمه في الارجنتين. بس انا معاكي في الرهان فعلا. مش انت قلتي في عشوه؟ أيوة. انا رشا بس خلاص. خلصت. طب وايه انت يا فاطمه ايه رايك؟ انت ما بتحبيش الكوره قوي ها؟ بصي انا ما بقدرش افهم انه ازاي الناس بتنفعل قوي كده عشان الكوره. بس ما مش مكسره مروحه اخر مره قبل كده كنت وحش كاسر في البيت. الكلام ده من 20 سنه ما كنتش عايزه دلوقتي. لا يعني لما بشوف لعبه حلوه بقدرها. انا مبسوطه ان الناس كلها على قلب رجل واحد. يعني الناس كلها مركزه في حاجه واحده بتحبها. بتاخد مواعيد تنزل تتقابل على القهاوي في النوادي. تخيلي بقى من بكره الناس ما وراهاش حاجه. خلاص دي مشكله على فكره. صح. في حاجه شغلاهم طول الوقت. بس هيقعد مع عياله ومراته ويرجع تاني الراجل بيبقى يرجع عود عوده الابن الضال عود بقى. هي دي المشكله. انه هيرجع للواقع ويفتكر بقى. وهي طبعا مرقداله لغايه ما الشهر خلص. تعالى يا حبيبي نتحاسب. كنت فاكر ان المونديال والحسنوات هيعيشوا لك عيش معانا بقى. طب يا جماعه انتوا مش عاجبكم كده ولا عاجبكم كده؟ انت عاجبك الصور اللي حصلت دي؟ انت عاجبك الصور اللي اتحطت فعلا دي؟ يعني انت عاجبك الكلام ده؟ انا غيرانه على ستاتك يا بلدي. استني يا سالي دلوقتي احنا يعني عايزين نقطه نظام دلوقتي. بتقول ان تعالى لي بقى ادي المونديال خلص ونتحاسب وهيقعد لها وفي البيت. طب احنا مش عاجبنا ليه لما قعد شهر بحاله؟ الحكم صفر والماتش خلص والف مبروك لالمانيا. برافو المانيا. مين الزغرط فيكم؟ برافو برافو المانيا برافو. شفتي قلت لك دي هيرجعوا يتنططوا علينا اكتر ما هما بيتنططوا علينا كالمان. برافو برافو برافو. هيبقوا الجنس السامي بجد بقى. دي عند ده الاحتفال عند السفاره الالمانيه في القاهره دلوقتي. طبعا شايف الالمان عاملين ازاي. مش تقولي حسنوات المونديال زوم شويه يا عظيم. عظيم اشغل الزوم ارجوك. الالمان طبعا. لا بصي الاحتفالات. لا لا طبعا. لا ده اكيد مش في مصر. لا ده مش الكلام ده مش في مصر. ده بره بقى خلاص. لا ما ده بره طبعا. برازيل طبعا طالما فيها رقص والكلام ده. يلا مين. انا عايزه اشكركم جدا عشان نورتوني النهارده. ميرسي جدا يا ناس نورتيني والله العظيم. وكان لقاء حلو قوي. انا انبسطت بيكي جدا. وانا كنت مبسوطه معاكي يا سالي النهارده. وبشكر كل قنوات السي بي سي. بقول لها كل سنه طيبه ورمضان كريم. وبشكر فرقه مساء الخير يا رمضان. احلى فرقه بجد النهارده ودمكم خفيف. وبشكر كل الكاستر وكل كرو العمل اللي ورا الكاميرات. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وسعيده كنت معاكي النهارده. انا عايزه اشكرك انا كمان يا فاطمه بجد نورتينا. ميرسي. انا اسعد يعني كانت قعدة يا جماعه فضفضه نسائيه مزدوجه بالرجال. شكرا للستات اللي شافونا لكل حاجه ممزوجه. طب هتسمعونا ايه دلوقتي قبل ما نطلع؟ طيب الناس هتغني معاك. طب نختم خلاص متفقين. عايزه اقول لكم استنونا بعد الفاصل. هيكون معاكم كابتن شوير وهيكون معانا كمان عبد الرحمن مجدي هيحلل. معتز انت بتعدي يا معتز قدام الكاميرا بتقطع عليا لحظتي. لحظه اخر لحظه ليا بقدم البرنامج لوحدي كده يا معتز ضيعت عليا فرحتي. يلا يا جماعه هنستنى كابتن شوبير. فاصل سريع جدا راجع لكم تاني بنكمل في مساء الخير يا رمضان على السي بي سي 2.
Thank you.